السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس R Programming for Bioinformatics. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة الفيديو القبل الأخير من الجزء الأول من الكورس بتاع R Programming، جزء الأساسيات. الحلقة دي والحلقة اللي جاية هما أهم حلقتين في الجزء ده، لأن هما أكتر حاجتين هتواجههم في شغل البايوانفورماتكس، واكتر حاجتين بنستور دي داتا فيهم. يعني كل اللي فات مهم، بس دول لازم نركز فيهم قوي لانهم اكتر حاجتين. وانا النهارده مش هقعد اشرح لك واقول لك ازاي نكريت داتا فريم، ازاي ما اعرفش، لا لا لا، انا هوريك داتا حقيقيه عاملين فيها الداتا فريم، وهوريك حاجه هنشتغل عليها ان شاء الله فتره كبيره جدا في الكورس، وهوريها لك كشكل داتا فريم. والداتا الحقيقيه دي احنا منزلينها، فانا هوريها لك هي بيتم عرضها ازاي، وهوريك ان معظم الداتا بيتم عرضها كشكل داتا فريم او ليست. ودول الحلقتين بتوع الحلقه المره دي والحلقه اللي جايه. ايه هي الداتا فريم؟ لو انت فاكر لما جينا الحلقه اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا عن الماتريكس، وقلت كلمه مهمه قوي، قلت لك انا الماتريكس يهمني في كلمتين. اول كلمه كانت سيم داتا تايب. فاكر كلمة سيم داتا تايب لما اتكلمنا عن الماتريكس؟ طيب تعالى بقى النهاردة نتكلم عن مين؟ عن الداتا فريم. طيب انا كلمة سيم داتا تايب ليه بفكرك بيها؟ لان انا المرة دي مش هقول لك ان انا هعمل ستورد في الداتا فريم لسيم داتا تايب. ليه؟ لان الداتا فريم بتقدر تستورد فيها داتا من داتا تايب مختلفة، ما عندهاش مشكلة. ما عندهاش مشكلة، يعني انا اقدر احط كاركتر داتا ولوجيكال داتا وكل الداتا تايبس اللي انا عايزها في فانكشن واحد اللي هو الداتا فريم. ممكن. طب الكلام ده ما كنتش بعمله في الماتريكس؟ ولا في الفيكتور ولا في اي حاجة، فقط الداتا فريم. طبعا الليست بعد كده هنفهم، اقدر احط فيها داتا ما تكونش سيم داتا تايب. طيب الموضوع ده مهم في ايه؟ مهم ان انا مش كل داتا اللي هاخدها هتكون كلها ارقام، ولا هتكون كلها كلام، ولا هتكون كلها حروف. لازم يكون الداتا مختلفة، لازم يكون في اختلاف في الداتا، وده طبيعي جدا. طيب داتا فريم بتتكون برضو عادي من كولم وروز ومفيش اي مشكلة، تمام. تعالى اوريك مثال بسيط. هنا انا عايز اعرض لك الفرق ما بين الداتا فريم وما بين الماتريكس. تعالى بس الاول ناخد الماتريكس، لان هي اللي خدناها المره اللي فاتت. دي الماتريكس بتاعتنا اهو، دي تقريبا نفس الماتريكس اللي اشتغلنا عليها الحلقتين اللي فاتوا او الحلقتين اللي قبل اللي فاتوا. جميل جدا. كان عباره عن الداتا اللي جواها عباره عن ارقام 150 160 170. هتقولي محمد امال سيل 1 وسيل 2 وسيل 3 والجين 1؟ طب ما ده حروف، ده مش ارقام. هقول لك يا حبيب قلبي ارجع للحلقة، هتلاقينا حطينا الداتا عبارة عن أرقام، والحاجات الحروف دي اللي هي الجين 1 والسيل 1 دي كانت عبارة عن النيمز بتاعة الماتريكس، وعملناها فانكشن اسمها نيمز. يعني دي مش الداتا اللي جوه الماتريكس، دي جاست ان هي النيم بتاعة الكولم والرو. يعني دي مش تبع الداتا، دي مش تبع الداتا، انما ده كده هي الداتا. يبقى انا قدامي سيم داتا تايب ولا لا؟ سيم داتا تايب، عباره عن ارقام. تعال نشوف الداتا فريم والفرق ما بينها وما بين الماتريكس. اول حاجه في الداتا فريم، انت عندك هنا الصف الاولاني ده كله عباره عن ده النيمز بتاعت الكولمز بتاعت الداتا فريم، مالكش دعوه بيه. تعال نخش في الحته اللي في النص دي، هي الداتا. اول حاجه معايا ايه؟ على فكره دي داتا حقيقيه، ها دي مش داتا انا عاملها من دماغي، داتا حقيقية هقول لك انا جايبها منين، ولو حبيت تجيبوا داتا تجيبوها ازاي، وهقول لك الشخص اللي كاتب الكود بتاعة الحلقات اللي جاية، والاخ الاخ هقول لك حاجات كتير جدا الحلقة اللي بعد اللي جاية ان شاء الله في الجزء الجديد من الكورس. طيب اول حاجة سي اتش ار عندنا في البايوانفورماتكس دي اختصار لكلمة كروموسوم. كروموسوم، تمام. كروموسوم اللي هو الشكل من اشكال الماده الوراثيه اللي موجود في الخليه او موجود في النواه. الكروموسومات عارفينها، يعني مش جديده علينا. ف سي ار سي اتش ار دي يعني كروموسوم.
فانا عندي سي ار 1 ده عبارة عن ارقام مدمج معاها حروف. حلو، تعال نكمل. قال لي كروموسوم 1 ده في الداتا بتاعتي بيستارت من النيوكليوتيد اللي هي 10000. تمام، ده الستارت بتاعه، ده الاسم بتاعه، هو عبارة عن نمبر اهو، وبينتهي عند 10600. يبقى انا عرفت ان الكروموسوم عبارة عن حروف وارقام، والبداية بتاعته عبارة عن ارقام، والنهاية بتاعته عبارة عن ارقام، والتايب بتاعه والكلام ده هنفهمه اكتر. انا مش عايز يعني اشغلك بالداتا ذات نفسها، انا عايز اوريك الداتا فريم. هنا حطينا حروف مع ارقام مع ارقام مع حروف مع ارقام مع ارقام مع، ممكن تحط فيها داتا. بص هنا ابتدى الموضوع ان احنا نحط اكتر من رقم مع بعض. فبكل بساطة الفرق ما بين الماتريكس والداتا فريم ان الماتريكس بحط سيم داتا تايب، في الداتا فريم اقدر احط الداتا تايب اللي انا عايزها، مفيش حاجة بتجبرني ان انا احط سيم داتا تايب. فده الفرق، وفرق كبير. انا هنا خدنا مثال كروموسوم 1 وكروموسوم 1، ده اكتر من عينة لنفس الكروموسوم، وده بيستارت هنا بينتهي هنا، وده التايب بتاعه، وده ما اعرفش ايه، وده ما اعرفش ايه. هنفهم كل ده الحلقات اللي بعد اللي جاية، عشان هنخش اصلا نشتغل على الداتا دي حوالي 6 7 حلقات ان شاء الله. دي ريل داتا، دي داتا حقيقية ان شاء الله، هنتفرج عليها ونعمل عليها مجموعة من البلوتس ان شاء الله. فهمت يعني ايه داتا فريم؟ عرفت ان الداتا فريم ممكن احط فيها اكتر من داتا تايب، اكتر من داتا تايب في نفس الداتا فريم، على عكس الماتريكس اللي ما تقدرش تحط فيها غير نفس الداتا تايب اللي هي نمبرز او كاركتر او لوجيكال. anyway طيب تعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي في الار. بس احنا مش هنكريت برضو داتا فريم، لان داتا فريم بتبقى داتا كبيره جدا وبتشيل حاجات كتيره جدا. فاحنا بس هنبص على الداتا دي مره تانية على الار. يلا بينا، يلا بينا. طيب دلوقتي احنا فتحنا الار، انا قبل ما اكتب الكوز دي والداتا دي، الداتا دي عندي على الكمبيوتر، انا هديها لك ان شاء الله في الوقت المناسب. بس انا النهارده مش عايز اشتغل على الداتا، انا النهارده عايز اوريك الداتا فريم عامله ازاي. فتعال نبص بص على الار، عندي فانكشن او تو فانكشن مهمين، قلت لك ان انا هقول لك عليهم الحلقه اللي فاتت. والتو فانكشن دول بيدوني نظره عامه سريعه على الداتا بتاعتي. اول فانكشن اسمها هيد. يعني ايه هيد؟ هيد هي عباره عن فانكشن موجوده في الار بتوريني اول 6 او 7 او 10 صفوف من الداتا بتاعتي. يعني انا معايا داتا مكونه من 1000 صف او من 1000 عمود او من 1000 رو، فانا عايز اشوف الهيد بتاعها او يعني الهيد يعني الراس، الراس بتاعتها اول مثلا 6 صفوف منها. تمام، فالفانكشن بتاع الهيد بتقول لي اول 6 صفوف. طب التيل، التيل بديهيا طالما الهيد بتوريني اول 6 صفوف، التيل بتوريني اخر 6 صفوف من الداتا بتاعتي. فانا معايا داتا اسمها ماي داتا. تمام، الماي داتا دي الداتا بتاعتي ان شاء الله هتاخدوها في الحلقه اللي بعد الجايه. بس انا النهارده مش عايز ادخلك في الداتا نفسها، فانا هقول هيد ماي داتا، الداتا بتاعتي اسمها ماي داتا. فانا لما اقول له هيد ماي داتا المفروض يظهر لي شويه من البيانات بتاعتي. تعال نبص كده، قال لي اه ده ماي داتا بتاعتك عباره عن مجموعه من الداتا، في نمبرز، في كروموسوم 1 اللي احنا كنا واخدينها من بره. تمام، وقال لي دي اول حوالي 6 كروموسومات منهم، وزي ما انت شايف الداتا بتاعتك اهي، شفتها؟ اه شفتها. طيب لو عايز اشوف اخر 6 هعمل نفس الفانكشن اللي هو تيل. قال لي اخر 6 عباره عن ال6 صفوف دول، وعرضهم لي بشكل بسيط جدا. طيب اكريت داتا فريم ازاي؟ عن طريق فانكشن داتا فريم. تمام، بس انا مش هيهمني قوي اكريت داتا فريم، على قد ما يهمني انك تفهم يعني ايه داتا فريم، لان احنا هنستخدمها وهي بتكون منشأة بالداتا جايه، بيكون في داتا فريم، فهي بتكون معمول لها كريت لوحدها اصلا في الداتا. طيب فرقنا من الداتا فريم والماتريكس، خدنا حاجتين الهيد والتيل، تعرفنا على نوع جديد من الداتا، شفنا الريال داتا بتكون عامله ازاي. انا لو عايز اوريك الداتا دي ممكن تبقى كبيره قد ايه، يعني بص انا هعمل ماي داتا كلها. تمام، مش هقول التيل ولا الهيد، فاذا لما اقول له ماي داتا هيجيب لي جزء كبير جدا من الداتا بتاعتي. بص كده، بص قد ايه، فهو الهيد بيختصر عليا ان انا اشوف كل ده،
هو بيوريني نظرة عامة لأول ست، والتيل نفس الكلام بيديني نظرة عامة عشان أخد نظرة عامة على الداتا بتاعتي. حلو، أشوفكم الحلقة الجاية، هستناك إن شاء الله الحلقة الجاية، آخر حلقة إن شاء الله من كورس، من الجزء الأول من الكورس اللي هو بتاع البيزكس، حلقة مهمة جدا، وناخد حاجة اسمها الليست، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة، وأتمنى تكون استفدت من الحلقة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.